سلام حبوبات ديالي، ان شاء الله ربي تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه. كنبغي نشكر كاع اللي سول فيا واللي صيفط لي لي كومونتير وقال لي على السلامه، شكرا بزاف بزاف بزاف، زعما على السلامه لانني جيت للمغرب. كنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. المهم هذا الفيديو جديد صراحه ما كانش على البال، غير اليوم ماما دارت معقوده وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. ومعقوده هي بطاطس مقليه بس بطريقتنا، يعني بطريقه المغربيه. اكيد هنايا المغاربه راه كلهم عارفين كيفاش كدار سميتو المعقوده المغربيه. كتجي واعره وكتجي بحال ديال الزنقه، كتجي خطيره. ونخليكم مع ماما، هي اللي غادي توريكم المقادير ديالها. وكنتمنى تعجبكم، ما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير، ولي اول مره غادي يشوف الوجه ديالي يهبط ويشترك ويدير تفعيل الجرس. كنحمق عليكم بوسات كبيري. هي ديجا البطاطا حنايا كنا شديناها وسلقناها ياكي، تنكونوا المهم تبيتوها احسن، تبيتوها يعني تسلق تكون مسلوقه، تسلقوها بالليل وتخلوها الصبح تشتغلوا بها. في الصباح تلقاوها بارده عاد تنشدوها تنحكوها تحكاكا هكا غليظه، ولا تنمعزوها. بالاحسن انا تجيني هذه هكا سهله، تنديرها هكا في الحكاكه هكا غليظه تتعطينا بحال هكا. ايوا ملي تنشدوها تنديروها في كاسرونه ولا شويه سميتو، تنديرو شويه ديال المعدنوس، شويه ديال قزبر وبقدونس وقزبر قزبره ناشفه وتنديروا بودر ديال الثومه، بودر الثوم الا ما كانش بودر الثوم الثومه الاخرى شي جوج دريسات حتى هما محكوكين، وشويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، واللي بغاه حاره يدير السودانيه، اللي بغاه سبايسي يحط فلفل حامي، واللي ما بغاش يدير غير البزار عادي. صافي، ومن بعد تنشدوها تنمعسوها. صافي، من بعد هكا مثلا معسوها تنكونوا موجدين اما فرماج فرماج اي جبنه اما الفرماج اما الكبسه، اللي بغى فيها الفرماج اللي بغى فيها الكبسه. حنا دابا من بعد غادي نخلطها وداكشي ونوريك كيفاش ديري على حساب أوكي. الفرماج وعلى حساب التخليطه ديالها اللي غادي تقلى فيها. يلا شنو غنديرو دابا؟ دابا غادي نديرو فاش غادي نقليو المعقودة. ايوا فاش غادي نقليوها غنديرو واحد شوية ديال الطحين. جهد شنو؟ جهد جوج معالق؟ جهد شي كاس ديال العنبة ديال الطحين، كاس دقيق. ونديرو فيه شي شوية ديال الخرقوم، كركم، معلقة كركم صغيرة، ونديرو فيه شي رويس ديال البودر ديال الثومه غير باش تنبننوا هاد بودره، شويه بودره الثوم بودره، وشويه ديال الملح، شويه ملح، وشويه ابزار، شويه فلفل اسود، نحطوا هاد الشيء هكا. هادي الماء صافي، كناخذوا ميه تكون فتره يعني مش سخنه ومش بارده، ونديروا هذه شنو كنخلطوا مع شويه ديال الخميره، خميره حبيبات، خميره الخبز. هي حبيبات هي معجونه، هي هكا هي ما عندهمش معجونه، واللي هنايا اللي هنايا غير معجونه. هاي ديروا هكا معجونه، تنخلطوها تدو هكا مزيان تمام، نزيدو عليها ميه هكا صافي، كنكبوها على داك الخليط. الطحين هذا الماء على حسب، ولا تقيلة شويه، ما خفيفه ما تقيلة، بين وبين. هادي تتجي بحال ديال الزنقه، بحال ديال مال الزنقه، تتجي زوينه، تتجي واعره. كاين اي حاجه كنصايبوها تتجي واعره. كاين هاد الخليط هذا كاين اللي تيدير فيه بيضه، انا ما تنديرش فيه بيضه، انا تنخليها بيضه ماشي كتقصحها ولا لا، ما تنديرش فيه انا البيض، كاين اللي تيبغي فيها البيض.
كاين اللي تيخلط غير البيض و ويديرها فيها ويدير فيها غير البيض. انا ما كنبغيش فيها البيض، انا هذه تتعجبني تجيني ساعه هكا مزيان، تجيني زنقاويه معقوده زنقاويه. شتي صافي كتخليها في هذا التكستور. نزيد شي شويه شوف الناس ما دايرينها مع السردين باش هي ياكل سردين ولا صوص لا ضروري لا صوص. صافي هذا هو صافي ونخليوها تخمر، خليوها نغطيوها صافي ونخليوها حتى تخمر مزيان تطلع تطلع وتنشدو من بعد ما خلطنا هي خلطنا البطاطا مع العطريه وداكشي تتكون عندنا اما الجبنه ولا الكفته. اوكي دابا حنا نديرو غير جبنه، حنا نديرو غير هادي ديال الحمراء الفرمر ديال الكره الحمراء. صافي تنشدو هكا كنديرو فيه شويه ديال الجبنه في الوسط ودايره ماشي زنقاويه، راه زنقاويه كاع ما يديروا لك فيها جبنه. انا قلت لك قلت لك في الاول زايده عليها انايا شي حاجه. صافي تنضرب داك الفرماج لداخل باش منين تات كتجي مفرمجه تتجي هاي هادي زوينه هكا. صافي وكنكملوا الكميه كامله بهذه الطريقه كلها بهذه الطريقه هكا، وكنخليوها ترتاح عاد على ما ياك ها نخليوها حتى هي ترتاح على ما يتنفخ لينا الاخر. نديروا شي شويه الماء هنايا ياكي باش حيت تكون تلصق باش ما تبقاش تلصق. نعاودو نديرو وحده اخرى تنحلو هكا هنايا كمية ديال الفرماج هكا وكنسدوها نديرها هكا تنسدوها تيكون الفرماج ديما تيبقى في الوسط ديالها باش منين تاكليها كتخرج هكا. صافي نبقاو على هاد الطريقه تنكملو الكميه كامل تنكملو كلشي بدات من بعد ما هادي اش كيقولوا ليها خمرات من بعد ما خمرات صافي كتولي شتي تتولي تطلع كتولي بزاف كتولي كتولي خامره صافي كتولي خامره. يلا دير كنديرو دابا بحال هكذا كنبقاو نغطسوها بحال هاد الطريقه هادي تحطها فشي طبسيل عاد باش كتصفي صح باش ما تيبقاش داك الطحين فيها الزين. صافي كنبقاو نديرو ليها بحال هاد الطريقه هادي صافي وكيكون الزيت سخون وصافي كنبقاو نحطوهم كنقليوهم طريقه القلي راه اكيد كلشي كيعرف يقلي. صافي ويتحمروا من هاد الجهه ويتحمروا من ديك الجهه وتنساليو الكميه كامله وخليكم مع الشكل النهائي ديالنا بيدات. المهم هذا هو الشكل ديال المعقوده ديالنا النهائي البطاطس اللي قلت لكم عليها. المهم حنا رافقناها هكا مع سريدين لاصوص زويتينات هذا غدايا انا وماما. المهم انا نحل لكم وحده تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل تي كتجي معيكه بص كتجي ديك فيها ديك الجبنه هكاك سايحه كتجي واعره كتجي خطيره 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 ما تبعوش منه. ونتمنى وبالصحه والراحه ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه خفيفه ظريفه وما تنساوناش من لايك والكومونتير والاشتراك كنحمق عليكم. بيدات من بعد ما شبعنا الكريشه وداك الشيء خرجت انا وماما هكا نتمشاو جينا للمرجان المهم قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الوقت اللقطات نتوما معانا دابا